على الجنوب طبعا ما فيه البنية الأساسية اللي بتخليه ينجح كدولة. أنا أعتقد إنه فيه خير للسودان، يعني للسودان شمال وجنوب، يعني فرصة للجنوبين إنه يثبتوا وجودهم ويكونوا دولة قائمة بذاتها، فرصة للشمال إنه يعني يتخلص من عبئة كبيرة. الجنوب كان عبئة كبيرة للشمال، نسبة الأمية فيه كبيرة، الجهل، ما في بنية تحتية، الفرق الكبير عرقي وديني وثقافي بين الشمال والجنوب كان له أثر كبير. ونحن كشماليين ما عندنا أي اعتراض على النتيجة اللي حصلت، وبنفتكر ده حق للجنوبيين، أدى لهم القانون والدستور اللي حصل قبل 5 سنة، ونحن بنفتكر إنه الجنوب من حقه إنه يعيش في دولة منفصلة ودولة جديدة حسب اختياره، وما لنا إلا نحاول يعني الوقوف معهم كدولة وليدة. بالنسبة للانفصال، يعني العوامل الاقتصادية دي ممكن التغلب عليها بسهولة، وكذلك العوامل السياسية والمشاكل، لكن في رأيي إن المشكلة الأساسية تكمن في العوامل الاجتماعية. يعني إنك كونك تفصل التداخل بخمسين سنة أو أكتر بين شعبين، يعني هتلاقيك مشاكل. دي التعامل الوحيد يعني ممكن يكون صعب. أيوة، مواطن الشمال زار في جنوبه يجي، هاي علاقة يكون مستمرة كده، هاي بدل ما يكون في مشاكل أكير نقعد برانا ودي نقعد برانا، هاي شمال أصل مشكلة.